اهلا ومرحبا بكم في هذا الفيديو المقدم من شركه ون فاينانشال ماركتس. شهدت العملات المشفره تقلبات كبيره خلال تعاملات هذا الاسبوع، حيث قفزت عمله بيتكوين باكثر من 15% لتصل الى مستويات ال 40,000 دولار. وكان وراء هذه الارتفاعات عوامل عده، منها التعليقات الايجابيه التي اتت عن كبار الشخصيات في وول ستريت والذين تبادلوا افكارهم بشان مستقبل البيتكوين، وكان ذلك في خلال فعاليات مؤتمر ذا بي وورد. ومن ابرز هذه التعليقات كانت تصريحات عن الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، حيث أشار أن الشركة ستستأنف خيار الدفع عن طريق بيتكوين بمجرد أن يتحول عمال المناجم إلى المزيد من مصادر الطاقة المتجددة لتشغيل بلوك تشين. ومن العوامل أيضا التي ساعدت في هذه الارتفاعات الأنباء التي أتت عن شركة أمازون، والتي أفادت أن أمازون في طريقها لقبول الدفع بالعملات الرقمية والبيتكوين بالتحديد. ولكن سرعان ما عادت الشركة ونفت هذه هي الأنباء لتعود البيتكوين وتهبط إلى مستوى 37,000 دولار. وبشكل عام العملات المشفرة قد تشهد العديد من التقلبات والضغط أكبر خلال هذا الأسبوع، وخاصة في ظل القمع التنظيمي في الصين والتدقيق الرسمي الأكثر صرامة في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية. ولا ننسى أيضا أن أكبر خطر للبيتكوين خلال هذا الأسبوع بالتحديد هو أن يكون هناك مفاجأة جديدة ومتشددة من البنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعه يوم الأربعاء للإعلان عن أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة للبيتكوين في هذه الأثناء تتداول عند مستويات 37,800، وأيضا بالنسبة للإيثيريوم يحاول الارتفاع إلى مستويات 2,270. هذا بالنسبة لأهم الأخبار خلال هذا الأسبوع. شكرا للمتابعة وانتظرونا في تقارير أخرى.